صيادنا الوالا قالو الدنيا دوارة، واللي قال هاد المقولة ما كدبش. شحال من واحد كان عنده مال الدنيا صبح كيفرش الكارتون في الزنقة، وشحال من واحد كان ملاقي حتى عشا ليلة حتى صبح ساكن في أفخم فيلا وعنده آخر مكان في السيارات. القصة ديال اليوم كينطبق عليها هاد المثل حرفيا. غادي يشوفوا كيفاش غادي يورث أكثر من 400 مليون و 90 هكتار ديال الأرض، ولكن في رمشتين غادي يفقد كل شيء وبقى على الدص. القصة ديال اليوم غادي تخليك تعرف أن الدنيا صعيب تثق فيها، وباللي دوام الحال من المحال. التحدي ديال اليوم أصدقائي ساهل ماهر، بغيت هاد الفيديو يوصل فقط 100 لايك، هذه حاجة سهلة ولهذا ما تبخلوش علينا بالتفاعل ديالكم. فبلا ما نطول عليكم نبداو في القصة ديالنا. القصة كتبدأ مع خالد اللي تزادوا القراصو وسط واحد العائلة اللي الحالة المادية ديالهم مزيانة. الأب ديال خالد زوج واحد السيدة ولد معها بزاف ديال الوليدات. هاد السيدة اللي كندويو عليها طبعا هي الأم ديال خالد، ولكن مع مرور السنوات هاد السيدة بدات كتكبر في العمر وعيات شوية، وكيف كيقولوا الزمن لا يرحم. الأب ديال خالد مع الفلوس موجودة وخا كبر في العمر إلا أن صحيحته باقا مزيانة، ولهذا خدا قرار باش يعاود يتزوج مرة أخرى، وما حد الشرع عاطر بها إذا من حقه يعاود يتزوج. مشى عند مراته الأولى تشاور معاه وهي تقول ليه الله يسخر، السيد وخا كبير في العمر إلا أن الفلوس كالروز، وأي وحدة دوا فيها إلا وغادي تقبل بنسبة 90%. بات خالد فعلا لقى واحد البنت معقولة هو يتزوج بها، ولكن ما غاديش يسكنها مع مراته الأولى، وإنما غادي يديها لواحد الفيلا وحدة أخرى وسكنها بوحديتها، يعني كل وحدة من عيالته غادي تسكن في فيلا مع راسها. حتى لهنا الأمور كلها غادا زي الفل. رجعوا دابا عند بطل القصة ديالنا. خالد دابا في عمره 27 سنة، وكان هو الكبير في خوته. الأب ديالو شافو بدا كيكبر في العمر وقرر باش يزوجو. مع دارت الهضرة وهي تنقز مراته الثانية وهي تقول ليه راني لقيت المرا اللي غادي تصلح لخالد. قالت ليه كاينة واحد بنت خويا وخا صغيرة إلا أنها وافية وعقلها كبير. بات خالد قال لي حتى هذا بلان وخيرنا ما يديه غيرنا، ودابا اللي علينا نديو خالد يشوف البنت ولا تفاهمو الله يكمل بخير. وفعلا داكشي اللي وقع، خالد غادي يشوف البنت وعجباتو ديال بصح. داروا الخطوبه ومراها داروا العرس وداز كلشي بسلام. مرات خالد كانت سميتها رشيده، واخا عمرو شافها ولا عرفها الا ان علاقتهم من بعد الزواج كانت مزيانه، كانوا مرتاحين مع بعضياتهم وكلشي هو هذا. داز العام الاول وكانوا عايشين فيه الحياه السعيده. العام الثاني رشيدة غادي تولد لخالد أول بنية، مراها ما غاديش تدوز بزاف عاوتاني غادي تولد ليه بنية وحدة أخرى، وهنا فين غادي تكمل الفرحة ديال خالد. الأب ديالو كان داير ليه واحد الشهرية حيت مقابل ليه الفلاحة والخدمة، كان داير ليه واحد الصاليرة جد محترم. قالت الأمور غدا مزيان حتى لواحد النهار وغادي يصدمو باه بواحد الخبر. جا لعندو هو يقول ليه خاصك تطلق رشيدة. خالد ما فهم والو، هو يسولو علاش الوالد غادي نطلقها، ياك حنا عايشين بخير وعلى خير ما كاين لا صداع لا مشاكل. باه قال لك قلت لك طلقها وما تزيدش تناقش معايا. السبب ما معروفش، ولكن خالد ما كانش حامل هذا البلان، ولكن كيف كيقولوا ما عند الميت ما يدير قدام غسالو. خالد ما يقدرش يقول لباه لا، الاوامر والنواهي ديال الاب تطبق ولا تناقش. خالد ورشيده غادي يتفارقوا، خالد سمح في كل شيء وغادي يمشي يخدم في بلاصه وحده اخرى، وما بقاش كيزور باه ولا كيسول فيه. رشيدة هزات بنياتها اللي كانوا باقين صغار ورجعت عند امها، خلات بناتها مع امها ومشات لمدينة واحدة اخرى باش تخدم وتصرف على دوك البنيات. الاب ديال خالد كان دائما كيصيفط ليه الناس يرغبوه باش يرجع يخدم معاه، ولكن والو، خالد كان حاقد. دازت ايام وشهور وسنوات، بنات خالد كبروا حتى الاب ديالو كبر في السن وعيا، صحيحة ولا صغير على قد الحال. اما رشيدة دبرت على راجل لاباس عليه وعاودت تزوجات مرة اخرى. واحد النهار خالد غادي يجيه واحد التليفون باللي الاب ديالو توفى ومولا ما ندى امانته. خالد غادي يشط طريق للفيلا ديال باه ومرات باه، غادي يلقاهم غاديين به يدفنوه وبقى فيه الحال بزاف. بكى حتى عيا، ولكن ما عنده ما يدير حيت هذه هي سنه الحياه. رشيده براسها حتى هي غادي تكون في العزاء، حيت هذاك اللي مات راه راجل عمتها وضروري ما غادي تحضر للجنازه. القدر غادي يخلي رشيده وخالد يتلاقاو مره اخرى، الشوق والحنين غادي يرجع من جديد، ولكن دابا راه فات الفوت حيت رشيدة مزوجة وعندها راجلها. بقاو كيتفكروا دوك الذكريات الزوينة اللي دوزو. قالت ليه ياك حنا دوزنا أحسن أيام، ومازال كيجمعونا جوج بنيتات فحال النوارات، إذا علاش غادي نبقاو قاطعين الكلام؟ علاش ما نرجعوش خوت بيناتنا؟ خالد قال ليها كلامك هو الكبير. شوية وهي تقول ليها شفتك جاي غير على رجليك، فين هي السيارة ديالك؟ هو جاوبها والحشمة في عينيه، قال ليها راك عارفة أختي رشيدة راني خدام غير مع الناس، وداكشي اللي كنشد يالله مكافي به مع الكرا ومع الماكلة. وهي تقول ليه رشيدة علاش ما تاخدش شي وحده من دوك السيارات ديال باك اللي كاينين في لاكاب. خالد جاتو فكره مزيانه،
مشى خدا الاذن مع عند مرات باه، هي تقول ليه راه رزق باك هذاك، اذا من حقك تاخذ السياره اللي بغيتي. خالد مشى عزل واحد الكات كات مفرقعه وبقى كيدور بها. دازت شي ايام، واحد النهار وهي تعيط عليه رشيده، ما هي عارفه الحاله الماديه ديالو غير على قد الحال، وهي تقول ليه الا كنتي محتاج فلوس راه نقدر نعاونك. هو حشم وقال ليها بارك الله فيك اختي رشيده، ما محتاج والو هاد الساعه، ولكن هي عارفه مقرد وبدات كتلح عليه. قالت ليه طلب اللي بغيتي وفوقاش ما بغيتي عاد ردهم ليا. هي كيف قلنا كانت مزوجه بواحد السيد لاباس عليه، يعني الامور الماديه ديالها كانت مزيانه، وبدات كل مره كتعطي لخالد شويه، مره كتعطي 5000 درهم، مره مليون، المهم حتى وصلت معاه تقريبا 7.5 مليون. المهم رشيده كانت مهليه فيه ديال بصح، حتى لواحد النهار هما يعيطوا عليه خوتو باش يقسموا الورث، وكل واحد في دوك الخوت غادي تجي في حقه شي بركه، وصراحه كانت اموال باهظه. خالد غادي تجي في حقه 90 هكتار ديال الارض و400 مليون. دابا خالد دخلاته اللاقه، اذا خاصو يعوض دوك الايام ديال الفقر والحرمان اللي دوز. في البدايه مشى خرج 12 مليون وعطاها لرشيده، وخا هي كتسالو غير 7.5 مليون، هو بغى يجازيها على داك الخير اللي دارت معاه، ومراها غادي تقدا واحد الحديده دايزها الكلام. وحتى من بناته ما كانش مقصر معاهم فلوس، حوايج، تليفونات، المهم كان مهلي فيهم ديال بصح، وما حد الفلوس دخلات، اذا الشيطان غادي يبدا يدير خدمته. خالد بدا كيمشي لواحد القهوه ديال الشيشه كتخدم فيها واحد السربايه، خالد عجباتو ديك البنت، وكان كل مره فاش كيبغي يمشي فحالو كيخلي ليها بورفوار صحيح. السربايه شمت ريحه العاقه في خالد وهي تبدأ تقرب منه، طورات العلاقه بيناتهم حتى تزوجوا. هي ما تزوجاتش بحبا فيه ولا شي حاجه، وانما غير على قبل فلوسه، كانت كتشوف فيه لاكيس متنقي، السربايه غادي تنتف منه فلوس صحيحه. واحد النهار خالد كان مريح هو ومراته الجديده ورشيده، شويه هي تنقص السربايه وقالت ليه عندي واحد الفكره واعره، علاش ما نديروش بروجي ديال قهوه الشيشه، مشروع مزيان ونقدروا ندخلوا منه اموال باهظه. وكيف كيقولوا عمر الشيخات نسهزت الكتف. رشيده مراته القديمه بقات غير كتسمع وما دوات ما تكلمات. اللحظه اللي غادي تولي للدار جمعات بناتها وقالت لهم سمعوني مزيان، قالت لهم فلوس باكم في خطر والسربايه راها دايره اللي عليها. بناتها ما عجبهمش هاد البلان وما بغاش فلوس باهم ياخذها البراني. قالوا ليها اذا شنو الحل؟ رشيده قالت لهم الحل كاين، وانتم اللي عليكم غادي ديروا داكشي اللي غادي نقول لكم. الغد ليه رشيده عيطت على خالد وهي تسولو، قالت ليه قول لي يا خالد الفيلا اللي فيها عمتي فراسك راها كتسوى اكثر من 800 مليون. هو قال ليها ومن بعد؟ قالت ليه راه حقك تما وخاصك تاخده، هذيك راها عمتي، ولكن انا ما بغيتكش تضيع في رزقك، وانا غادي نوقف معاك وقفه ديال الرجال حتى تاخذ حقك، وهذيك راه وخا عمتي انا غادي نشهد فيها، غادي نمشيو عند العدول وندير واحد الاشهاد بلي باك فاش كان على فراش الموت، عمتي جابت العدول وزورات داكشي وهادشي دارتو باش تاخذ الفيلا بوحديتها. رشيده ريطات خالد مزيان، وحتى هو بدوره الطمع ماليه العينين، مشات قدات الوريقات ودارت مع العدول داكشي اللي خاصو يدار. وهنا فين غادي تبدا تطبق الخطه ديالها، بقات عسى على خالد حتى لشي نهار اللي بات فيه سهران، حيت هو كان مبلي بالحشيش والشراب والقصاير. واحد النهار خالد بقى سهران حتى الربعه ديال الصباح، ورشيده فاش عرفاتو بيت ديك الليله كا وجات عنده مع السبعه ديال الصباح، دقات عليه هو يخرج عندها خاسر وعينيه كيتسدو بالنعاس. رشيده قالت ليه غادي نمشيو نقادو ديك الورقه عند العدول دابا. هو مع كان كيطيح بالنعاس قال ليها غير سيري حتى الغدا ونقادوها. هي قالت ليه لا ما يمكنش، راه الا ما مشيناش اليوم الورقه غادي تبيريما، اذا ضروري نمشيو نقضيو غرضنا اليوم، فاش غادي يوصلوا عند العدول غادي يلقاو واحد الزحام اللي ما يمكنش. خالد ما كانش كيحمل الزحام، ولكن رشيده دورات مع العدول ورغباتهم باش يدوزوهم هما الاولين. رشيده كانوا عندها جوج ورقات، وخالد مع كان كيثق فيها بزاف ما غاديش يقرا شنو مكتوب فيهم، ومع هو كان فيه النعاس وكيثق في رشيده، فاش دخلوا عند العدول بصم وصينه في دوك الورقات بلا ما يشوف المحتوى ديالهم، ومن بعد ما قدوا شغالهم ولاو في حالهم. وبلا شك اي واحد دابا كيتساءل شنو مكتوب في دوك العقود، بلاتي احنا غادي نعرفوا. العقد الاول فيه سلف الله واحسان، مكتوب باللي رشيده كتسال خالد 170 مليون على مراحل، والفيلم كامل اصدقائي طالع على هاد على مراحل، يعني انها كل مره كانت كتسلف ليه شويه ديال الفلوس، مره مليون، مره جوج، مره ثلاثه، المهم كل مره كتعطيه شويه، وهذا الشيء باش ما يتمش المساءله ديالها من بعد منين جابت داك 170 مليون اللي عطاتو. هذاك العقد الثاني كان فيه باللي خالد داير بنته وكاله عدليه باش تقدر تبيع باش بغات ولمن بغات وفي اي وقت بغات، يعني واخا تبيع غير ب 100 ريال ما كاينش اللي يقول ليها علاش وكيفاش. بنته الكبيره ناضت وباعت داك 90 هكتار ديال باها، وعرفتو لمن باتها،
إيه يا سيدي، بعتها لختها الصغيرة ومشاو سجلوها وحفظوها وما ضاربين الطم. وخالد مسكين ما فراسو ما يتعاود. رشيدة نهضت ورفعت عليه قضية ديال استخلاص الديون، وهذا الشيء بداك الفخ ديال 170 مليون ديال السلف، وحزات ليه على الفلوس اللي عنده في البنكة. خالد كان كيخرج فلوس كثيرة وكيحطها عنده في الدار باش ما يبقاش كل مرة غادي للبنكة، وحتى لواحد النهار احتاج شي فلوس باش يزرع دوك الأراضي اللي عنده. ولكن فاش مشى للبنكة قالوا ليه فلوس كرا محجوزة، وحزات عليها واحد السيدة سميتها رشيدة. عرفتي خالد في هذه اللحظة فحل ضربو الضوء، ما يمكنش، كيفاش رشيدة؟ هز التليفون وعيط ليها وعاود ليها لافير. هي قالت ليه ما تخاف ما والو، قول لي فينك انا دابا جاي عندك. قال ليها انا في البنكة. رشيدة قالت ليه دابا انا معك. رشيدة طفى التليفون وخوات المدينة. خالد مسكين بقى كيساين ولكن والو. هز التليفون عاود عيط ليها ولكن هاد المرة التليفون طافي. وهنا فين غادي يعرف راسو طرات ليه اكبر شمس العشية. ناض عيط على خوته وقال لهم شنو كاين. هما قالوا ليه غادي تمشي للمحافظة وسول على الاراضي. ولكن فاش مشى للمحافظة غادي يلقى الاراضي مشاو، الاراضي تباعوا والشاري هما بناته. 3 سنين هو طالع نازل في المحاكم ولكن ما صور منهم حتى باش ينقي سنانه. غادي التحقيق غادي يسولوه قال ليه واش سينيتي وبصمتي. خالد قال ليه هي راه سينيت وبصمت ولكن ما عارفش علاش. وهو يقول ليه القاضي ودابا وليدي غير سركب بالماء على كرشك، راك ما غادي تصور والو. الدار والسيارة اللي كانوا عنده حتى هما مشاو ليه. لحقاش فاش حزات ليه رشيدة على داك 170 مليون، داك الساعة كانت بقى ليه غير 140 مليون في الكونت، يعني بقات ناقصه 30 مليون. وهنا فين غادي يحجزوا ليه على الدار والسيارة حتى هما. خالد ما بقى كيملك والو. مراتو السربايه فاش شافته ما بقى عنده حتى رياله قالت ليه تهلا. بناتو اللي من اللحم ودمو نصبوا عليه وخلاوه على الدص. خالد اللي كان عنده الملايين ولا ساكن غير في بيت مع الجيران، ولكن من بعد ما دازت واحد المده تقطعات خبار. حتى لواحد النهار غادي يلقاوه معلق في واحد الشجره مسالي مع حياته. خالد مات على معصيه، والسبب هما بناته ومراته السابقه اللي عماهم الطمع وحب المال والدنيا. حتى لهنا اصدقائي القصه كتكون سالات. نشوفكم في قصه جديده. تهلاو.